أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه النشرة المباشرة التي نستهلها في أبرز العناوين. تسجيل 4495 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و2808 حالات شفاء و74 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية. ومن الطنطان نتابع فعاليات المجتمع المدني تواصل حملاتها التحسيسية بخطورة الوباء وسبل الوقاية منه. ومن مدينة العيون نتابع فعاليات النسخة 11 للملتقى الدولي عيون الأدب العربي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى التفاصيل. بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية التهنئة لسيد لورينتو كورتيزو كوهين رئيس جمهورية بنما، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطنية. وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن أحر التهاني للرئيس لورينتو كورتيزو كوهين، وأصدق المتمنيات للشعب البنامي الصديق باطراد التقدم والرخاء. في موضوع قضية الصحراء، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة السيد عمر هلال اليوم الثلاثاء أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الصحراء كانت مغربية منذ فجر التاريخ وستظل مغربية إلى الأبد. وقال السيد هلال أمام أعضاء اللجنة: ليكون واضحا لمن يريد الإنصات أن جهود المغرب وحسن نيته إزاء الوضع حتى لهذا النزاع الإقليمي ليس لها بداية ونهاية سوى هذه الحقيقة المتجذرة في روح الشعب المغربي. وشدد السفير على أن مغربية الصحراء هي حقيقة تاريخية سياسية جغرافية بشرية دينية وقانونية، قائلا أن التاريخ عنيد ولا يمكن بأي حال من الأحوال إعادة صياغته بناء على تأويلات مضللة وحسب منطق متغير ووفقا لمبادئ البعض والمصالح الجيوسياسية للبعض وأهداف الهيمنة للبعض الآخر. إلى ذلك، قال رئيس المعهد البيروفي للقانون والعلاقات الدولية ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي إن القانون الدولي يكرس سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مشيرا إلى أن مجلس الأمن الدولي يؤكد على دور الجزائر كطرف في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وأضاف رودريغيز ماكاي في مقال رأي نشر بيومية كوريو البوريفية الواسعة الانتشار أن تأكيد مجلس الأمن مجددا على دور الجزائر كطرف في المشكلة يعني أن الأخير لن يكون بمقدورها غض الطرف عن ذلك وظهور بمظهر الملاحظة، لافتا إلى أن النظام الجزائري يدفع انفصالي البوليساريو إلى الترويج لمغالطات ومخططات لا تستند إلى أي أساس وتنتهك القانون الدولي. في مستجدات الحالة الوبائية، أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لكوفيد 19 عن تسجيل 4495 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و2808 حالات شفاء و74 حالة وفاة 24 ساعة المنصرمة. وأوضحت وزارة الصحة أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 229,565 حالة، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 189,909 حالات، فيما ارتفع عدد وفيات إلى 3,900 حالة. وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال 24 ساعة الأخيرة على صعيد الجهات الجنوبية بتسجيل 69 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء، منها 50 حالة بالعيون و12 حالة بسمارة 12 حالة بسمارة و7 حالات ببجدور، كما تم تسجيل 58 حالة بجهات إقليميم وادنون، 47 حالة منها بإقليميم و6 حالات بالطنطان، وبجهات الداخل وادي الذهب تم تسجيل 48 حالة كلها بوادي الذهب. فمزيد من الحيطة والحذر عبر الالتزام بمختلف التدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية.
الارتفاع المسجل في أعداد المصابين بوباء كوفيد-19 بإقليم طنطان دفع فعاليات المجتمع المدني إلى الانخراط في مبادرات للتوعية والتحسيس بخطورة الوباء وسبل الوقاية من الإصابة به عبر التقيد بالقواعد الوقائية التي أقرتها الدوائر الصحية. حملة تبناها المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للتخييم بجهة إقليميم واد نون. في المتابعة حفظ مهدار عيد سرتي وعبد الرحيم حجي. عبر العديد من مسالك مدينة طنطان وشوارعها الرئيسية وكذا أحيائها الآهلة بالسكان، جال المشاركون في هذه الحملة التحسيسية التي همت اللقاء المباشر مع الراجلين وكذا أصحاب المحل التجارية للتوعية بخطورة جائحة كوفيد-19 وأهمية التقيد بالقواعد الوقائية التي أقرتها الدوائر الصحية، خاصة وضع الكمامات للحماية من إصابة بهذا الوباء القاتل. حملة تدخل في إطار التحسيس والتوعية بمخاطر هذا الوباء، وفي إطار التنصيص وإعادة التذكير بضرورة الالتزام بالقواعد وبالتدابير الصحية المنص عليها في البروتوكول الصحي والتدابير المنص بها من طرف السلطات المحلية والسلطات الصحية بالمملكة. الهدف من هذه الحملة هو توعية المواطنين بالأخطار الناتجة عن انتشار هذا الوباء الفتاك، وبهذه المناسبة ارتأت فعالية المجتمع المدني أن تخرج اليوم بكلمة واحدة: كفانا استهتارا بهذا المرض. الجهات المنظمة لهذه الحملة التحسيسية الميدانية حرصت على تعبئة كميات من الكمامات الواقية وكذا المواد المعقمة، عملوا على توزيعها على المواطنين كمبادرة مواطنة تأمل رفع منسوب الوعي لدى الجميع بأهمية هذه المواد الوقائية في الحماية من خطر تفشي هذه الجائحة العالمية. ارتئينا كفاعلين جمعويين أننا نقوم بواحد التوعية لهذا الناس هذو، لأن ارتفعت حصيلة ديال عدد المصابين. هي حملة تحسيسية مباشرة تقدم عليها فعاليات مدنية محلية تنضاف إلى مبادرات مماثلة تسعى إلى التوعية بخطورة استمرار انتشار هذا الوباء الذي اجتاح مختلف أرجاء المملكة، وباء يتهدد حياة المواطنين والوقاية منه تتوقف على التقيد بالضوابط والقواعد الوقائية التي حددتها الدوائر الصحية. إلى السمارة، ومواصلة للتعبئة الوطنية للتوعية والتحسيس بضرورة التزام التدابير الوقائية لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد، أطلق المجلس العلمي المحلي برنامج فعاليات الأيام التحسيسية بالمؤسسات التعليمية بتنسيق مع المندوبيتين الإقليميتين للشؤون الإسلامية والتربية الوطنية. والتفاصيل في متابعة يوسف زعواطي ومبارك الباس. القيمون الدينيون من داخل فصول المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية في مستهل فعاليات حملة للتحسيس والتوعية بالمسؤولية الملقاة على هؤلاء من متدربي ومتدربات المعهد حيال الانخراط في جهود مواجهة الوباء العالمي. لقاءات مباشرة بسطت أمام منتسبي هذا الصرح التعليمي جسامة الظرف الصحي العصيب والحاجة إلى مواصلة اليقظة لتفادي الارتفاع المهول لأعداد الإصابة ونسب الإماتة بفعل الوباء. كان اليوم الحمد لله اللقاء مع طلبة هذا المعهد ومرتادي هذا المعهد كاملين، استقنلنا على عدد كبير منهم وعطيناهم زودناهم بنصائح شرعية ونصائح دينية وكذلك نصائح طبية ما يتعلق بخطورة هذا الوباء ووجوب اتخاذ الأسباب اللي تحصن الإنسان في نفسه ولكن كذلك تحصن الإنسان مع غيره حتى لا يكون معديا أو حاملا لهذا الفيروس لا قدر الله. هذه مبادرة لا يسعنا إلا أن نثمنها وأن نفرح لها، لأنها تكرس أن المواطن يجب عليه أن يأخذ هذه الإجراءات الاحترازية وهذه الأمور التي أوصت بها السلطات من أجل الحد من انتشار هذا الوباء الفتاك، وهي تندرج كما قلنا في استحضار تعاليم الدين الإسلامي الذي ينص على الحفاظ على حياة الإنسان والاعتناء بها وعدم إلقاء النفس في التهلكة.
واصل المجلس العلمي برنامج فعالياته التوعوية الممتد إلى غاية 12 من نوفمبر الجاري بالوسط المدرسي، نحو حفز الناشئة على التقيد بتعليمات السلامة حماية لأنفسهم وللمحيطين بهم، مبادرة تجسد مواكبة المجلس العلمي لمستجدات الوضعية الوبائية بالإقليم التي باتت موسومة بمؤشر تصاعدي. في موضوع آخر، يشكل القطاع الفلاحي بجهة الداخلة والد الذهب أحد أبرز دعامات الاقتصاد المحلي والجهوي، فمنذ إدراجها ضمن مخطط المغرب الأخضر حددت الجهة العديد من الأهداف القائمة أساسا على الرفع من مستويات إنتاج مختلف المنتجات وتحسين جودة وظروف تسويق الإنتاج، حيث توفر الجهة ظروفا مناسبة لممارسة زراعة عصرية ذات قيمة مضافة عالية، خاصة بفضل ظروفها المناخية الملائمة ومواردها المائية الهامة. تقرير الموضوع مع بكر ديمي ومحمد يتاس. قطاع الفلاحة بجهة الداخل وادي الذهب يشكل عنصرا أساسيا في استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجهة، باعتباره يلعب دورا محوريا وأساسيا في ضمان الأمن الغذائي للمواطنين واستقرارية الساكنة القروية. ويساهم القطاع الفلاحي بشكل كبير في النمو الاقتصادي والتجاري بجهة الداخل وادي الذهب، إذ يقدم مجموعة من الخدمات منها على خصوص صيانة الطبيعة والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، كما يوفر المواد الأولية للصناعة الغذائية. القطاع الفلاحي بجهة الداخل وادي الذهب هو قطاع حيوي ومساهم أساسي في توفير فرص الشغل خصوصا في العالم القروي، وتشكل المساحات الصالحة للزراعة جزءا كبيرا من مساحة الجهة. فمنذ اعتماد مخطط المغرب الأخضر كبرنامج طموح لتحويل استغلال الأرض إلى نشاط بقيمة مضافة، تقوم جهة الداخل وادي الذهب بتصدير العديد من المنتجات الفلاحية خصوصا نحو الدول الأوروبية، ومن بين أهم المنتجات الفلاحية المصدرة الطماطم، كما أن جهة الداخل وادي الذهب أرادت من المنتجات الفلاحية أن تلبي أيضا حاجيات الطلب الداخلي. أطلقت مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية بمدينة طنطان حملة موسعة لتسجيل الراغبين في الاستفادة من برامج محو الأمية بالمساجد، حملة تسبق انطلاق دروس هذا البرنامج. في المتابعة حفظ محضار عيد السرتي وعبد الرحيم حاشي. حملة إعلامية موسعة تطلقها مصالح المديرية الإقليمية للأوقاف والشؤون الإسلامية بطنطان سعيا لإتاحة الفرصة أمام الراغبين في التسجيل في برامج محو الأمية التي تديرها الوزارة الوصية، حملة تأمل إخبار الفئات المستهدفة بطرق التسجيل والآليات التي تعتمدها الوزارة في تقديم هذه الدروس اعتمادا على التلفاز والإنترنت في المستويات الأول والثاني. استعداد للدخول المدرسي أو الموسم القرائي لسنة 2020-2021، هذه الاستعدادات تسبقها يعني مجموعة من الوسائل التي بواسطتها ستقوم المندوبية بالحملة الإعلامية لتسجيل أكبر عدد ممكن من المواطنات والمواطنين المستفيدين في هذا البرنامج. طبعا الحمد لله خلال السنة الماضية أو خلال السنوات الماضية البرنامج حقق مجموعة من النتائج. احنا الحمد لله عندنا 4 جوائز وطنية ديال هذا البرنامج، كما أننا الحمد لله يعني في غالب السنوات حققنا أو قربنا من تحقيق العدد المستهدف من المستفيدين من هذا البرنامج. هذه الحملة التي سخرت عدد من أطر المندوبية الإقليمية للأوقاف والشؤون الإسلامية بطنطان وكذا مؤطرات ومؤطري البرنامج اعتمدت اللقاء المباشر مع الراغبين في الاستفادة من دروس محو الأمية بالمساجد، لقاءات مباشرة تتقيد بالضوابط الوقائية لتجنب وباء كوفيد-19. في إطار الحملة الإعلامية التي تنظمها مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية بإقليم طنطان وبالموازاة مع انطلاق الموسم الدراسي 2020
2021 باعتماد تعليم عن بعد، تسهر الأطر المشرفة على البرنامج محو الأمية على تنظيم عملية تسجيل المستفيدين والمستفيدات الراغبين في تسجيل في البرنامج بطبيعة الحال مع أخذ كافة التدابير الاحترازية والتنظيمية لإنجاح هذه العملية. جينا اليوم نتسجلوا في محو الأمية قراءة عن بعد. جينا باش نتقيدوا ونستافدوا نقراو على البعد، وهذا الشيء اللي كاين. الله ينصر الملك. هي حملات مباشرة ميدانية لتسجيل الفئات المتطلعة إلى الاستفادة من دروس محو الأمية بالمساجد، تسبق الانطلاق الفعلي لهذا البرنامج الذي استفادت منه شريحة مهمة من المواطنين والذين حالت ظروفهم دون تعلمهم. في الشأن الثقافي وبمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، تنظم جمعية النجاح للتنمية الاجتماعية بالعيون النسخة 11 للملتقى الدولي عيون الأدب العربي عن بعد بشراكة مع عدد من الداعمين والشركاء تحت شعار البادية في الأدبين العربي والإفريقي بمشاركة باحثين وأدباء من دول عربية وإفريقية عدة. حفل افتتاح هذا الملتقى بمتابعة محمد الفيرس وإبراهيم شولي. ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا ألقت بظلالها على القطاع الثقافي، وجعلت الملاذ الأنسب هو العالم الرقمي من خلال منصات تفاعلية لتعزيز الفعل الثقافي بالمنطقة ومقاربة مواضيع النسخة 11 للملتقى بشكل شمولي من زوايا متعددة ومن تجارب في الحياة والنتاج الأدبي والمعرفي والذي يعكس بيئات ومجتمعات مختلفة. أبت جمعية النجاح للتنمية الاجتماعية إلا أن تستمر في تنظيم دوراتها وتحافظ على استمرارية الملتقى. هذه الدورة عرفت ضيف شرف نعتز به جميعا، وهو المملكة الأردنية الهاشمية، وأيضا اتخذت شعار العيون بوابة للثقافة الإفريقية والعالم العربي. والنقطة الثالثة هو أن شخصية الدورة عالم هرم تقي ورع الشيخ محمد الإمامي والبخاري. هذه الدورة تنضم وكذلك في إطار احترام تام الاحترازي لكل الضوابط المعمول بها، كما أن هذه الدورة تأتي في إطار الحركية والدينامية الثقافية التي تعرفها جهة العيون الساقة الحمراء وخاصة مدينة العيون التي تشتغل على المكون الثقافي من النموذج التنموي لجهة العيون الساقة الحمراء، ويندرج هذا النشاط في إطار الدعم الذي أولته المديرية الجهوية ومجلس جهة العيون الساقة الحمراء لهذه الدورة من أجل يعني تنشيط الحركة الثقافية وتعريف هذه الدورة كذلك بتكريم أعلامين. أعلام ومعالم ثقافية ضمن جلسات وندوات أدبية رقمية خلال فعاليات الملتقى، والذي اختار تيمة البادية في الأدبين العربي والإفريقي كموضوع أساسي يتناوله الباحثون والمهتمون من 10 دول عربية وإفريقية. النسخة 11 للملتقى تحمل اسم عالم من أعلام الصحراء نبغ في علوم ومعارف شتى وذاع صيته بين مجايليه ومعاصريه، ولا يزال نتاجه المعرفي محط اهتمام للأجيال الحالية خصوصا حول ثقافة البادية وتجلياتها الواسعة والمتعددة. ثقافة البادية من خلال يعني نفض خوض غمار هذا الفعل الأدبي من خلال مجموعة من الباحثين. جمعية النجاح للتنمية الاجتماعي من ملتقى تقدم خدمة لكل الباحثين والطلبة في المناطق الجنوبية لنجعل مكتبة خزانة في الأقاليم الجنوبية من خلال هذه المراجع اللي اليوم نؤسس للنسخة 11 من هذا الملتقى. عبر المنصات الرقمية التفاعلية المخصصة لهذا الملتقى سيتم تناول مواضيع عدة تحوم حول التيمة الأساسية ثقافة البادية في الأدبين العربي والإفريقي، وسينتقل المشاركون من باحثين ومهتمين في تخوم البادية عبر حديثهم عن ملامح من البادية بمناطق عدة وصور المرأة وثنائية الاستقرار والترحال وتجليات الصورة البدوية وكافة مناحي الحياة البدوية، بالإضافة إلى جوانب متعددة أخرى. إلى جديد الصحف الوطنية الصادرة يوم غد في قراءة لزميل عياد سرتي.
نستهل قراءتنا لجديد الصحف الصادر يوم غدين الأربعاء من يومية الأحداث المغربية، وكتبت: كشف السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال عن أهم مضامين قرار مجلس الأمن رقم 2548 حول الصحراء المغربية، وقال: لا يمكن اختزال قيمة قرار ما في الجديد الذي يحمله فحسب، ولكن بالخصوص فيما يجدد التأكيد عليه. وبهذا فإن القرار الجديد يجدد فيه مجلس الأمن التأكيد على قراراته ومواقفه بشأن قضية الصحراء المغربية، فهو يكرس بذلك أسلوب عمل يدعم أسس الموقف المغربي من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع، مشيرا إلى أن حل هذه القضية لا يمكن إلا أن يكون سياسيا وواقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق. وذكر هلال بأن عرقلة حركة السير بمعبر القرقرات وإرسال ميليشيا تابعة للبوليساريو تضم مدنيين بما فيهم نساء وأطفال على مقربة من منظومة الدفاع، واستغلالهم في مواجهات مع العسكريين المغاربة أمام نقاطهم العسكرية يقوض العملية السياسية ويهدد السلام والاستقرار الإقليميين. صحيفة هيسبريس كتبت: أثار القرار رقم 2548 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء المغربية يوم الجمعة الماضي استياء الجارة الشرقية التي تنصلت من مسؤوليتها كطرف أساسي في هذا النزاع، بعدما طالب القرار الجديد الجزائر بلعب دور يعادل حجم انخراطها في هذا النزاع الإقليمي سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا. وتعليقا على ذلك قال نوفل البعمري الباحث في ملف الصحراء: إن بلاغ الخارجية الجزائرية حاول القيام بخطوة سياسية للوراء ودفع البوليساريو إلى الواجهة للتهرب من مسؤوليتها تجاه النزاع، خاصة أن قرار مجلس الأمن حول الصحراء كان واضحا من حيث جعل الجزائر طرفا رئيسيا في النزاع. وأضاف أن ذلك أكثر ما يقلق النظام الجزائري الذي شعر مع القرار الأخير صادر عن مجلس الأمن بأن الطوق الأممي بدأ يشتد عليه، حيث ربط القرار بين استمرار العملية السياسية وتحملها كامل مسؤوليتها تجاه النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. صحيفة بيان اليوم كتبت في عددها ليوم غدين الأربعاء: جدد رئيس مجلس النواب وكافة مكونات المجلس يوم أمس الاثنين التأكيد على الإجماع الوطني بخصوص القضية الوطنية، مؤكدين على رصانة النهج الدبلوماسي الحاسم والحازم الذي يقوم به المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس في التصدي للتصريحات المغلوطة والتصرفات اللامسؤولة لخصوم وحدة المغرب الترابية. وخلال اجتماع عقده رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي مع رئيسة ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية خصص لمواضيع القضية الوطنية وبرنامج عمل المجلس الرقابي والتشريعي، أكد رئيس ومكونات المجلس بأن قرار مجلس الأمن رقم 2548 بخصوص الصحراء المغربية لا يدع مجالا للشك بالتزام المنتظم الدولي من أجل حل سياسي وواقعي وبراغماتي ومستدام وتأكيده ودعمه للمبادرة المغربية تخويل الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا موسعا تحت السيادة المغربية. صحيفة برلمان كوما الإلكترونية كتبت: أكد وزير الشؤون الخارجية الليبيري دي ماكسويل ساكيماي يوم أمس الاثنين بالرباط أن بلاده ملتزمة بموقفها الثابت الداعم لحق المغرب في وحدته الترابية وسيادته الوطنية. وقال ساكيماي خلال لقاء صحفي مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة عقب مباحثاتهما: كبلد نريد أن نؤكد لجلالة الملك وللحكومة والشعب المغربيين أن ليبيريا ملتزمة بموقفها الثابت الداعم لحق المغرب في وحدته الترابية وسيادته الوطنية. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم عبد الله ولد الحسن ولد سعيد وسالم عن عمر يناهز 80 سنة، الفقيد ينتمي لقبيلة توسا. الفقيد كان قيد حياته أحد أعضاء المقاومة وجيش التحرير. كما انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم المختار الفيجح ولد المحجوب ولد محمد عن عمر يناهز 85 سنة، الفقيد ينتمي لقبيلة إيت الحسن إيت سعد. قد كان قيد حياته أحد أعضاء المقاومة وجيش التحرير. وانتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم محمد علي ميمة ولد النعمة ولد محمد العروسي عن عمر يناهز 55 سنة،
الفقيد ينتمي لقبيلة الشرفاء الرقيبات أولاد موسى. كما انتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة فاطمته من سيدي محمد عن سن تناهز 91 سنة. الفقيدة تنتمي إلى قبيلة الشرفاء الرقيبات سواد. كما انتقلت إلى عفو الله تعالى المرحومة مباركة ندري بنت محمد سالم عن عمر يناهز 75 سنة. الفقيدة تنتمي لقبيلة يقوت أمزويك. تغمد الله الجميع بواسع رحمته واسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه راجعون. والآن مشاهدينا الكرام نصل للفقرة اليومية الخاصة بأحوال الطقس المرتقبة بأقاليمنا الجنوبية ليوم غد إن شاء الله. مرتقبة تسجل 21 درجة بالعاصمة الرباط، تسعة عشر درجة بسيدي فني، 25 درجة بقليميم، 28 درجة بأس وزاك، 21 درجة بالطنطان، 22 درجة بطرفاية، 29 درجة بالعيون وبكرة، 30 درجة بسمارة، 24 درجة بوجدو. كما ستسجل أيضا 30 درجة بقتل زمور ومدريقة، 24 درجة بالداخل، 34 درجة بأوسرت، 37 درجة بالقوارة. حالة البحر بالواجهة الأطلسية سيكون بحر هيجي إلى قليل هيجان بعموم السواحل الجنوبية. شروق الشمس بمدينة العيون غدا إن شاء الله سيكون على الساعة 8:09 من الغروب، فسيكون في حدود الساعة 7:03 بحول الله. درجة الحرارة بعض المناطق المجاورة لبلادنا 27 درجة بتندوف، 30 درجة بالرابوني، 33 درجة بتودني، 34 درجة بزوالات، 36 درجة بعطار، 35 درجة بماماكو، 38 درجة بكيهيدي، 37 درجة بنواديبو، 39 درجة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط. في ختام هذه النشرة المباشرة لم يبقى لنا مشاهدي الكرام إلا أن نذكركم بأبرز عناوينها. تسجيل 4495 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و2808 حالات شفاء و74 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية. من الطنطان تابعنا فعاليات المجتمع المدني تواصل حملاتها التحسيسية بخطورة الوباء وسبل الوقاية منه. ومن مدينة العيون تابعنا فعالية أشغال النسخة 11 للملتقى الدولي عيون الأدب العربي. إلى اللقاء إن شاء الله. في إطار مواكبة رقمنة الإدارة وتسهيل الخدمات على المواطنين، المديرية العامة للأمن الوطني صدرت جيل جديد من البطائق الوطنية للتعريف الإلكترونية آمنة وعملية. هذه البطاقة كتوفر على عناصر الأمن اللي ما كتسمحش بزورها. أهميتها أنها كتمكنك من إثبات هويتك لدى المؤسسات العمومية والخاصة أو عند ولوج خدمات هذه المؤسسات عبر شبكة الإنترنت بشكل سريع ومأمن. كيحميك باش حتى واحد ما يقدر يدير شي معاملة بسميتك وخا تكون عنده بطاقتك. كذلك هذه البطاقة كنتفادوا بها الأخطاء اللي ممكن توقع في المعطيات الشخصية. الجيل الجديد للبطاقة الوطنية الإلكترونية كيتوفر على كود بين خاص بك بوحدك غادي تعطالك مع البطاقة. والجديد أن الآباء يمكن لهم يحصلوا على هذه البطاقة لأبنائهم شحال ما كان السن ديالهم، وراح أصبحت إجبارية على المواطنين ابتداء من 16 سنة. الوثائق المطلوبة لإنجاز البطاقة الوطنية الجديدة ما تغيروش. وسريع عملية الحصول على هذه البطاقة، المديرية العامة للأمن الوطني وضعت رهن إشارة المواطنين البوابة الإلكترونية www.cnie.ma
اللي من خلالها يمكن لك إلا بغيتي تملأ استمارة الطلب المسبق وتاخذ الموعد اللي يناسبك وتتبع مراحل إنجاز بطاقتك. البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الجيل الجديد، استعمال أسهل ومؤمن لخدمة المواطن. يبدو أن العام 2020 سيكون استثنائيا على أكثر من مستوى وصعيد. هذه سنة ترفض أن تكون سنة عادية. في المغرب يبدو أن الدبلوماسية المغربية سوف تدخل إلى عام جديد وهي تراكم مكتسبات وانتصارات مهمة. في الأثناء البوليزاريو ومعها الجزائر يلعبون ربما آخر الأوراق الاستفزازية في المنطقة. اقتحام المنطقة العازلة واللعب بالنار في منطقة القرقرات. استئناف المفاوضات أو على الأقل المشاورات بين الأطراف هو أمل للأمين العام للأمم المتحدة الذي يعتبره السبيل الوحيد ربما من أجل إيجاد حل توافقي موضوعي وسياسي لهذا النزاع. لكن في الأثناء وفي الوقت الذي يواصل فيه المغرب مساعيه الدبلوماسية من أجل حل مشكل الصحراء وفي الوقت الذي